وتمت السيطرة على المضيق في 5 ساعات لا غير. وتم السيطرة على باب المندب خلال 5 ساعات، وكذلك جزيرة ميون تم السيطرة عليها في ساعتين. يا سلام، في 5 ساعات باب المندب كله في 5 ساعات، وجزيرة ميون في ساعتين. والله عرض مغري. قال لك إيران بعيدة المدى، شو هذا؟ في ساعات معدودة سيطروا عليها. طيب كيف لكم يعني بهذا السرعة؟ 5 ساعات في منظومة العمليات العسكرية تعتبر إنجاز سريع، يعني مش هذاك. كنا نتوقع مقاومة، كنا نتوقع أن نواجه مشاكل عملياتية في المنطقة، لكن الحمد لله ما واجهنا أي مشكلة، ما حصلتوا أي مشاكل ولا أي مقاومة. وخمس ساعات زيادة، 5 ساعات، وين رحتوا في 5 ساعات؟ هذا مناطق ما حصلتوا فيها أي مقاومة. طبيعي لأنها مناطق يعني ناس مدنيين مسالمين وشوية صياطين، يعني ما يحتاج 5 ساعات، يعني الهنجمة 5 ساعات ما يحتاج. بس صنعاء، طبول معركة صنعاء، صنعاء لها الطبول 5 سنين، مش 5 ساعات، 5 سنين، والطبول بالقرع خلوا لها الطبل صنعاء. يعني بس كيف عملتوا؟ كيف حسمتوا الحوثي هذا وقضيتوا عليه في 5 ساعات وفي ساعتين في هذا الجزر جزيرة ميون؟ كيف سحقتوا في ساعتين؟ ما يخص جزيرة ميون، فعلا هي جزيرة مهمة، وفي الساعة المحددة الحمد لله كانت عناصر الحوثي غير متواجدة في عند المكان المحدد، وتم دخول الجزيرة. قال لك الحوثي ما كانش موجود في المكان المحدد، وين الحوثي هذا؟ طب عندهم رحتوا سيطروا على مناطق تابعة للشرعية، يعني لا وجود للحوثي فيها ولا دخلها أبدا، طبيعي وصلتوا تسيطروا في ساعتين لأنها تابعة للشرعية. يعني الناس يقولوا لهم، الشرعية تقول لهم شوفوا هنا الحوثي موجود، هنا سيطر على هذا، يقول لا وهذا حكمنا الأرض، يقول هذا تبع الشرعية، هذا حلوة، هذا أحسن لنا وأربح، نسيطر على هذا. تركوا صنعاء وتركوا المناطق اللي بيسيطر على الحوثي وراحوا لأبو ساعتين وأبو 5 ساعات الذي منها فائدة. يعني خلوا صنعاء طبول الحر وطبل هذا، طبل هذا خلوه لصنعاء، مع انه بيدق في كل الشوارع، مره يدق رجل ومره فوق مطر ومره فوق حمار ومره فوق سيكل، بس خلوا لهم عادي، هم راحوا يحرروا المناطق اللي ما فيهاش وجود اساسا للحوثي.